إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. أعاذني الله منها وإياكم. والله يسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتين إلى هيدن بركيو ودرسي جيني مالنت إسنين تا تضبات كوهو الرئيسين وآخرين جري فقه نساء ينكسو جري أبواب الجنائس كتاب كيني وقري شيخ العلامة السلفي شيخ مصطفى العدوي المصري إلهي هبركيو علمي يجهد وقليه إننا مارتهين مارتهين نجي يلو كوا الجهل جا كبحة سود هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمانتين ليلى عبد القادر حفصة عمر عبد ورسامة بنات المحسنات ودلح بقول يو حوجا صدن مالها سي كوتشران سود هذا قليها ببلج سود هذا مركز سوق الشام بشير جرايا. بارك الله فيكم سيرد الدرس جيوجا تجزاكم الله خير. لمانتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن وحين مرك كتشري كتاب أبواب الجنائس وحين كصور الناي أن ما نتفي إنه بيصير قص لجا يدقي ده إن نكو هدي ودنتو حاس كيس ودقي كرتو هدي نكو ود مرت إن هدي نكو دنتنا حاس كيس ودقي كرتو هدي نكو دن هدي جبرتو دمتو أما حاس ودنتنا إن نكيا دقي كرا أو حديث كي رسول كاين سواق هذا الناي ورسول كويلي عايشة هدي لما الله هذا نجا مرت يعني كردق لها وكجت كان لها وكأس لها ومرت وكأول له الحمد تبارك وتعالى. وحين صار جني إن هدي يعني هي محارم أنا يشرين دمر كدمر كعدقان أي نارك دون نص نص صيت هاي رجونا رجوا عدقان. وحين صار جني هدي لو هاي دمر محارمة وقف كدمر هذا يعني دمر يعني دمر كده هدي لو هاي إن مرك نينك قف قدوم را لما تي دق يان تذكر محارم توه سيد نينك يدي بوجه الرأي دبنا أبيه دبنا ويل كذا مرت وهالمجر هدي اللي وياه يعني هي نينك رق دقه قدوم را مويه حكى لأني شو قلنا إن دوم را كمحارم تيس أي دق يان وجه الرأيان أو حاس كيس وجه الرأي هو يدي محل رضا مرت هي وجه الرأي هو مرت حاس كيس هو يدي إن أنتيس يعني هدي اللي وياه مرك إد محارم هدي لوايا نبى وحو جيريو ذي مال مسلم كلام ما تشوجو إن رجوم باتشوجا قال حتى رج قال ده ودق كران ودق كران مرك هدي مال يعني هي دمر قراءة تشوجا لكن رج قال أبا تشوجا دمر مسلم نوى تشوغا نكون عمرت وهو مسلم ويدقيان رقا قالت لما لها ويدقتانكو يعني مرتي مرة دي دمر كان مسلم كاي مسؤول كيهن ان لورد قادبا تمالي وحالا ميلا ميل رق مسلم اي تشوغان باق قف دمر مسلمات دي كودمات اد كلمة تشوكتو دمر مسلم قبردا مسلمات دا اد محارمان مالي دمر قالا اما يهودي ان ادقان دبا تمالها ان ادقان دبا تمالها نيدي رجبا وصمينا يا شقدنا لوضعنا إني قصلي ورجع واجب كوي هاي لكن أي نائب كان نقوم كران دمر كا قال ده هاي اللي بعت ماله وفق هذا السيد هذا كورن وحل لو أي نم بعدين تاي دمر موي اتكلم متشوكت دمر محارم هنا متشوكان دمر يعني سقي محارم أو سده هو يدي قبله هي ولا هاني يعني يكون ولا هي متشوكان سده اللي يليه أما قف دمر عاد ما تيو رج محارم من هم تشوجان رج هذا الجنب كاون نبى تشوجه لبذا مسألة بقى لما دوحيل هذين لبذا مسألة كلي إنسان هروس وشجنة أنت الله تيمم الله سميه تيمم من الله سين سالق وعصف إيو قول كلا بعضه أحد مدق قول كحوج قبضين ويا هاي علم دوحيل قياس قاتان قف كدمر هدي أي حنون سطو
oo dhaqtar maxram ah la waayo oo dhaqtar kuna waliba nin ajnabi yahay mar hadii loo ogol yahay waxa dhan qofka dumarka ah ee ragga ku dhex dhimatay ama ninka dumarka ku dhex dhimatay ku dhex dhintay ee yani muxaarimtana aanu ahayn labada way dhaqayaan laakiin ninkana maryihiisa isagoo xiran bay dumarku ku dhaqayaan ajnabiga waahi gabadha ajnabigaana ragga dhaqaya ee ajnabiga ka ahi iyadoo maryaheedii xiran ayay dhaqayaan macnaha iyana maarata glofs bay xiranayaan maryaheediiyo ay maarata sideeda u xiran tahay ayay dusha biyi kaga shubayaan yani maarata glofskana biyihii ku duduwayaan laakiin jirkeeda iyo maarata iyo gacmahoodu maarata saani isu taaban marka dhaqitaankiina marka waa suurtagalay wixii cawradeeda iyo ay ka fogaanayeen inay maarata arkaan maadaama ay janibi kaliyihiinna way suurtagasha qowlkaasinaad moodaa inuu qowlka raajixa yahay qowlkaas baad moodaa inuu qowlka raajixa yahay oo maarata aimada shaaficidii in badani ay maarata ku raali yihiin marka in tayamum loo sameeyo oo sideeda maarata loo aaso iyo in la dhaqo oo maarata aad moodo inay xoog badan tahay laana dhaqitaanku muslimiinta oo dhan bu waajib ku noqonayaa marka masalada inay ajnabi kale yihiinna waxaa lagu xalin karaa in maryaheeda qofkii dumara lagu dhaqo ninkiina maryihiisa lagu dhaqo marka dumarka dhaqayaa ninkiina maryihiisa isagoonay ka furin ay siisa biyo intay tuubo soo qaataan ay dhaqaan ay dusha kaga shubaan golofisna ay xidhaan sidii awalba sunnadu ahayd marka waa masaladaas ilmaha yar ee aan qaan gaadhin dumarkuna way dhaqi karaan ajnabi baha ka ahdee gabarta yare aan qaan gaadhin ee ilmaha yare sabigaana raggu way dhaqi karaan iyadoo dhibaato maartay malaha waayo waa sabi waa ilmo caruura lidalika dhibaato ma la yidhahdan wayajuusu linisaai an yaqsilna sabiya ilmihii sabiga ahaa inay raggu dhaqaan waa loo ogolyahy xasan albasri waxaa laga wariyay annahu kaanuu laa yaraa baasa maaratay laa yaraa ba'san maaratay an taqsila almar'atu alqulaama dumarku inay ilmo yar dhaqaan waxba may arkeen idaa kaana maaratay fadiiman wa fowqahu shay hadduu yahay markaa mid naaska laga daayay ama waxoogaa ka yara weyn dhibaato may arkeen sanad saxiix abu ayuu maaratay xasan albasri kaga soo arooray masaladaas kaga soo aroortay wakadalika waxaa la weydiiyey maxamed ibnu sirin can almar'a taqsilu sabiya qaala laa aclamu maaratay laa aclamu bihi baasa dhibaato kuma sugna ayaa laga wariyey ibnu qudaama muqniga wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey abi daawud wuxuu yihi li axmed waxaan ku yidhi asabiyu yustaru kama yustaru lkabiiru ilmaha yar marka la dhaqaayo miya la asturaya sida ninka loo asturo yacnihi qaala wuxuu yihi maya waxba la asturi maayo yihi maarata walaysa maaratay cawratuhu bicawra cawradiisu cawro weyn maaha wayaqsiluhu nisaa xataa dumarkaa dhaqi kara dhibaato male wakadalika imaam nawowi majmuuc asaasuu ku yidhi qaala almutawalli wasaaxibu lbayaan wa khalaaiqu min asxaabi maarata shaaficiy bal kulluhum idaa maata sabiyu aw sabiya haddii gabar yare ay dhimato ama wiil yare u dhinto lam yablqaa xaddan aan weynaan maaratay xadkaasoo maaratay yushtahiyaan ila waxa jira ilmo isagoo yar haddana koray oo qof weyn noqday xad yacnihii ilmihii uu yeelan karo cawro mar haddaanu gaadhin ama laba noqdo ama dhidig ha noqde hee jaasa lirijaali wanisaa'i jamiican qus lahu raggana waxa u banaan inantii reer sabiga ahayd inay dhaqaan dumarkana inay wiilkii reer sabiga ahaa inay dhaqaan baa u banaan saas weeye waa ku qodobka kale maasha allah intaas halkaa way nagaga filan tahay ijmaac baanu soo guuriyey ibnu mundir ajmac alculamaa ana almar'ata an taqsila sabiy asagiir uma qaal xasan taqsilu idaa kana fadiman wafoqa marka masaladii markii dhoweyd buu soo guuriyey maaratay mustafa cadow wuxuu leeyahay wa qowlu nawowi raximahullah huwa alawjahu wallahu aclam in labadaba ay dhaqayaan oo haddii xad ilmaha yaree sabigee gabarta ah aanay hilibkeedu biqlin oo xad yacni la ishtiheeyaanay gaarin wiilkiina aanu weli maarata isna baaluqin sabibaha ahaadee gabdhihiina waa dhaqi karaan wiilkii raggiina gabartii yaraydee sabiyadda ahayd ee aan cawrada yeelan way dhaqi karaan way dhaqi karaan ama hadday cawro yeeshaan oo ilmihii yaanu qaangaadhinba oo ilmada ahaan yar ha noqdee uu ilmo weyn oo koray noqday dadka waaweyn baa lagu tirinayaa masalada labaad walxaa'idu waaljunubu yajuusu lahumaa an yuqsila an yuqsila almeyta waidaa maatat maaratay alxaa'id waaljunubu taqsilu maaratay ama tuqsalu quslan waaxida halka masalada waxaynu ka hadlaynaa qofku hadduu jinaabo qabo ama gabartii muslimadeeda xayd ama nifaas qabto iyagu oo xadath akbara ay qabaan qof meyda ma dhiqi karaan haa way dhiqi karaan xaydkay gabartan leedahay ama nifaaskay leedahay ama jinaabada ay qabto ama ninku qabo u diidi mayso in dadkii kale meydka ahaa ay dhaqaan
وكو لأن الرسول كو حريه مارتي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس مؤمن كو حيث كانوا كمان نجاسو نفاس كانوا كمان نجاسو جنابة كانوا كمان نجاسو مؤمن كو مؤمن كي سيوي هاي ولي واعتقاد مؤمن كو لكن قال هذا هو مارتي وان نجاسو وتا يعني ولي وكو مشركين تا أن قول عودي قسل قودي يوحد بين نجاسي هين والعياذ بالله مركا مسألة حوالي النجاسة مركا أي وين تهي قلبك أي كتما دا مركا قف كان مؤمن كا حيد كقبا أما جنابة كقبا أما النفاس كقبا داد كي ميت كا هوا ديقي كران وحالا ميدا هدي يقو جنابة كقبا أما حيد كقبا أما النفاس كقبا أي لنتان ميا زيادة محان كورا دا دقيد أخ لدقيا ولورنا يا قف كان حيد بو قبا يهرت حيد كي هلقا نقو جنابة قبا يهرت هلقا نقو دبنا دقيد دي ميت كي هلقا نقو مايا ميت دنتين بو نقونيا أو حيد كا وقبي أما نفاس كا وقبي أما جنابة كا وقبي كان سن ميسو يعني هي زيادة إن محنك ردا قص لجودي إن قص لجودي للزياديو أو مرت عدد دير هذا اللي قدره يعني كان سن ميسو براء أصلية وحويان يعني إن يدد مسلمين هايان إن سيدي ميت كلور دق شري ونذاف دود اللي ميت كا أما صدح شر بالا هل شر هل بالا رقاء أما صدح شر أما شن شر أما تطبع شر كل بين تكون ظاهره way meed ku iskooda xanuun ma qof kan xanuunsanayay qaar ba rasaas ku dhacaysa dhig badan ka imanaya qaar ba jirkoodu qurmaya qaar ba maartay xoonka iyo xumadu ku badanaysa jirkoodu maartay dhibaato badan u geysanaysa marka dadka asalkooda ba haduu hal mar ku daahiro hal mar ba la dhaqaa waa ku waayay hadii hal mar maartay raali hada maanta waxaan haysan baalki dhigahan haysan insha Allah afkan ku soo dhawayn doona insha Allah raali hada ma sha Allah xogaa codkay maartay gabdhaha qolka banaad luxsanaad codkayga ka cabanay in leeyo maartay xogaa waa fogi hadda waxaan rajaynayaa in maartay si wacan maqlaysana fanku soo dhaweey marka masaladu waxay tahay in yaani qofka ama hal mar baa la dhaqaa haduu daahir ku noqdo ama saddex jeer baa la dhaqaa leena dhaqida meedka waxa laga dhigaa witri baa laga dhigaa witri aad iyo aad maartay ugu dadaal barakallahu fiikum sheer gareeya witr baa laga dhigaa marka ama hal baa la dhaqaa ama saddex jeer ama shan jeer ama toddoba jeer rasuulku inuu arki doona gabadhiisi maxaan ku dhahdaa maartay ruqayya umu cadiya wixii uu ku yiri way inuu arki doona xadiisku inuu doona marka gabadha xaydka qabta nifaaska qaba ninka jinaabada qaba ziyado loogu darimaayo intii qofka muslimka ahay u baahnaa umbaa loo dhaqayaa ama maartay ayuu baa la dhaqayaa masalaasina inuu way cadahay wallahi alxamdu tabaaraka wa ta'aala مسألة كلام واحد تهاي مرت أحكام الجنائز من كتب رافقي كتاب كي شيخ مصطفى العذوي مجلد ككواد كتاب كنو كتاب إلا جن مجلد أو آدي مرت ولي وحيلي هن قبله ولي وحوجا مرت وحيلي عتك أقوى جامعي هاي آد ما ند ذلك لكن مرت وحنا هيسن مرت هاي بارك الله فيكم waxaan haysan waxaan haysan maartay balki dhigaha marka bal hal iska sabro insha Allah iska sabro hada doontaan um Abdirahmaan hada doontaan inta goysan way soo xiriirin kartaan marka le hada ani aad ii maqli weydaan laana hada afkan ku haya phone ka afkan ku haya insha Allah inta أن هل مريت ترى على هذا إن شاء الله يصبر إن شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء ما شاء الله سودو هذا شير قرايه ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ديبان وان غوي ديبان وصل نقضي ان شاء الله خير ما ندير جنيه ونقضه مساله كلام حيت هاي اذا مات الخنثى المش مات الخنثى المشكل فمن يغسله هدي ودينتو قف لبيبه لبيب كو تقنا بر منانيا افكا سوماليا لبيب كو خلي راهدا قف دمر او حبنيه ترنكه دمر كانله حبنتي ترنكه رغنله marka لبيب كسدح با لو قيبيا
مركي تاجن تاجن دحالك يو دقيدة يو سلادة كتكشدي دي يو محنك رضا هوله أردن مضمر بو نغني مسنين لما بكسد حبوق يبسمع قفل حقيقي حمنه الرجوا وحكوا لاني إنه ضمر نقضي ومرك قفكو قان قالوا ما أنت ده عام بلقى قاد أبا ما أنت هو يفضضه سيد اللو قاد قف كان مضمر ما مسوانين أو ده عام بلقى قاضية لكن واجه هرب حلقو قان شري إن عدك ومرك قفك وينادو إنه قف دمرية هي عدك بلقو قرنيا هرب كي كصوب حي بلقو قرنيا يعني مضمر كيبو تشعلي إنه راع يلقو قرنيا مرك وحال يرد خنثها مد خنثين مبين أه وأما نيمبو كو عدالي أما دوبر بو كو عدالي قفك اللبيب كي هدو نينكو عدالي رقع دقية هدو دوبر كو عدالينا يا دقية دوبر كا دقية وكو واللبا ويه قفك صدحاد وامد مشكلة مشكلة كوحال يرد هذا وحال لك لقران واي من نيمبا مسوا دوبر من نيمبا مسوا دوبر لبا يقانو كايا دقية إمام النووي وحيري إذا مات الخنثى المشكل خنسيه أن لك الجرنين قفكي مددك به مسوى الله ويحمنه ترى كي رجل ولي كويدو بركنا ولي هي لكن لما كلا جرنا يولي مو كلا عدانين ولي مو كلا عدانين ولي مو كلا عدانين من نبى مسوى دبر عليكم السلام ورحمة الله بحال كي ده هيران هيسن وحنا هيسن إن موبيل كي يقومان تكيد ده أما هيسن مركا مركا أنت الموبيل كي قال يبغى يدخل هلا يا يا أي مركا بس هاد مركا ندرس ده قبل ما هيستوى ما بده يستوى أفكم بابان كويا تلفون كم حنسمينا يا مركا ندرس قدام أيوه asagoo mobilka ku jira aan kuugu soo diro adiga aan ku soo maxaa la yiraahdaa aan ku soo attach garee dadna gabadha dhageysii insha Allah way ha dersiga aan dersiga dhamay ha de public iyo dhamaan ku jira oo hadda maartay waxaan ku jira online baan ka ahay maxaan ku raadaa maartay maxaa la yiraahdaa qol la yiraahdo diintana waa nasiix dadka oo dhanbay dhageysanay iyaguna marka inta markaan hadda dhameeyo aan dabadeedna ku soo diro marka waqtiga ugu horeeya aad waqti hesho hadaan imi ka macallin la joogidaana dhageysi dhamaantood wali ba darsi kala maalin hore masha Allah way masha Allah raalli hada ma qaan marti baalki dhagay iga xumaaday marti maanta inaan ka taxadiraa way masha Allah ay salaam marka soo dhawaad walaal yaa dhamaantii shar garay barakallahu fiikum jazaakum allah khair imaam an-nawawi wuxuu yiri waxaan maraynay qofkii maxan ku raadaa qofkii khunsaha ahaa khunsaha maxaynu niri waa labeebka marka labeebku haddii aanu ku cadayn inuu dhadig yahay ama lab yahay oon la kala garanayn idaa maata khunsa almushkil fa in kaana hunaka mahramu lahu min arrijaali aw annisaa'i qasalahu bilitifaaq marka ugu horreysa waxaa la eegayaa ninkan intaa rag iyo dumar toona loo yeedhin yaa maxramo qofkan labeebka oo rag iyo dumar aan loo kala garanahayn waxaa la raadinayaa haddii dumar maxrami joogaan hooyadii walaashii cid maxaan ku dhahdaa aanu geyin hadduu rag noqon lahaa ama dumar noqon lahaa iyaga dhaqaya waa kow haddii rag aan geyini ay joogaan oo aabihii awowgii adeerkii ruma walaalkii ayagaa dhaqaya ilaa waa maxaarime qofkani ama nin ha noqdo ama maaratay dumar ha noqdo lama kala garanayo maxaarintiisii waa dhaqaysa ciddii aan geyn hadduu nin noqon lahaana aan macnaa dumarnimo u geyn hadduu maxaan ku rahdaa dumar noqon lahaana aan ragnimo u geyn ayaa dhaqaya taa waa maaratay culimmadu isku waafaqsanyihiin waa kow dhammaan culimmada maaratay shaaficiyadoo dhan iyo maaratay imaam nawowi wuxuu kasoo rarayaa dhammaan asxaabta ayuu kasoo rarayaa n haddii la waayo marka see la yeelaya masaladu waa taa waxaa la waayay cid maxramo nin ama qof maarata nin iyo dadubar ma kala lahaa labeebkii qof labeeba oo aan la kala garanaynin ma nin baa mise waa dumar ayaa dad muslimiina oo aan maxaarimo ahayn ku dhex dhintay
وحليلي يا سيدي قفكي دمرها أما نينكي رج نينكي دمر كودح دنتي أما جبرتي مسلمات ده هيدا رج محارم تانا هي كودح دمتي سيدي ليه يشرب ليه وسيدي ليه يشرب نوري أما أنت لو جب جبيو أي أستاذ الو أسيا أما إسقام مريه سيقبة هدي دمر ميريان يعني. يا هدي رج ميري يبا اللي قفكي نوال اللبي بالله كلا جرنا ما ينيني يجودو حي هاي أنت إسقام مري قفكي إسقام مريه سيقبة aya dumar ki ay dhaqayaan haday dumar dhaqayaan haday rag dhaqayaan isoo mariyihi si qaba ay dhaqayaan mariyi laga furimaayo kadibna saasa inta lagu dhaqo ayaa lagu aasaya labeebkuna maanta way badan yihiin oo dad wax jira maanta yani gaalnimadii maadaama ay badatay oo ilhaad kibatay oo dadku yani xumaanta badan ay sameeyeen dad baaba inta maanta dawooyin isku duraan aad shali ku ogeyd qof dumar ah ayada kasay oo nin iska dhigayo codkoodii bedelay oo jirkoodii bedelay oo hormoono isku duray walaad billah amarta waliba hormoonada maanta iyo dhakhaatiirtu yani qalliinada ay sameeyaan iyo dawooyinka ay siiyaan waa dawooyin qofka markiiba degdeg u bedelaya oo codkiina maartay laga yaabo inay ka bedelaan jirkoodii markiiba ka bedelaan oo qofkii 3 sano 4 sano 5 sano 10 sano markuu wixii isku wado wada hormoonkiisa ninka u maartay yani cadaadiye ki dumarka maartay uu sare u qaado qofta hor iska noqonaya walaad billah waxa jira qaar kale oo iyana dumar ahaan jiray oo hormoonkoodii dumarka intay la diriraan ilaa 5 sano 6 sano dawooyin wada qalliin lagu sameeyo dabadeedna aakhirkii nin codkoodii iyo maxaan ku dhadaa maartay jirkoodii iyo maartay noqdo walaad billah marka kaasina wuxuu noqonaya labeebuu noqonaya qofka hadii uu labeeb aan la garanayn oo mushkil uu noqonaya hadii isagoo dumar lagu ogaa uu nin isu bedelo walciyaadu billah ama isagoo nin ahaa dumar isu bedelo hormoono badanna lagu duro wixii ilaahay markii hore uu abuurayna ay wax ka muuqdaan wixii dambe isagu uu isu geystayna ay wax ka muuqdaan oo yacni jirkiisii iyo codkiisii iyo maaratay uu taqayur ku yimi ishkaal ku keena isagana saasoo kale loola macaamilaya haddaan weli diinta ka bixin ee uu muslim yahay ilay qofku inuu kabaa'ir dunuuba ku dhaco iyo maxaan ku dhahdaa inuu weli muslim yahay oo uu maaratay yacni leeyahay ilaahay baan caabudaa oo nebi maxamed baan raacsanahay oo qibladii iyo yacni waxyaabihii macluumin addiin bidaruura inuu weli haysto cibaadaysanayo ilaahay shaygan macsidan iyo kabiiradan weyn baa ku dhacee mar haddii uu weli qof usina yahay muslimiinti waxaa waajib ku ah inay dhaqaan oo ay ku tukadaan oo maaratay yacnihi xabaalaha muslimiinta la geeyo oo maarat ayaa maaratay muslimiinti ku waajibaysa sidaa daraaddeedna muxuu noqonayaa khunse mushkila buu noqonaya waxyaabaha yani fiqiga aqaliyaadka maanta soo ziyaadaya ayaanu noqonayaa masalada kale aan maanta ka hadlayna waxa weeye sifatu lqusl lmayit meydka sidee loo dhaqaa wa bacdu aqwaali ahli lcilm iyo ahlulcilmiga aqwaashoodii fii dalik meydka xadiiska ugu muhiimsan masalada aad iyo aad maaratay walaalayaal sheergareeya dhammaantiin masaladana aad ula socda waayo dhaqidda meydku qof waliba wuu qabsanayaa cidlay kugu qabsan kartaa caruur baad dhalaysaa ubad baad dhalaysaa yacni maaratay zawjkaaga ku odhan kara maaratay adigu keligaada dhiqi doona zawjadaada maaratay yani ayaad adigoo nina dhiqi kartaa oy fiicantayba inay isu dardaarantaan marka waa cibaado weyn yani dadka muslimiinta markay geeriyoodaan dadku had iyo jeer qof kalay daydayaan markuu qof dhinto laakiin waxaanaad ku cibro qaadato oo qof bisil noqoto oo faqiiha oo diinta barato maaratay adiga ayay maaratay yacnihii diin weyn iyo ajar weyn iyo baarinimo weyn kugu jirta waalidka haddii adigu aad dhaqi karto adaabay ku fiicantahay marka yacni sifaadkii loo dhaqayay barato waxa weeyaan maaratay aday ku fiicantahay inaad waalidkaa dhaqdo oo hadduu maaratay ninkaaga dhaqdo oo ninkaagu adiga ku dhaqo oo aan dad kale oo cawradaada yacni shisheeye ahi aanay cawradaada faydin oo maaratay aanay maaratay wax kaa sheeginba walciyaadu billah sidaa daraaddeed xadiiska ugu muhiimsan dhaqidda meydka waxa wariyey imaamu bukhaari iyo qeyrkii baa soo saaray an umu cadiya radiallahu anha nusaybe ayaa la odhan jiray umu cadiya oo magaceeda maqashaan magaceeda cadiga maxaa la odhan jiray nusayba ayaa la odhan jiray saxaabiyad jalilada ahdo faqiihada ayay ahayd faqaala waxay tiri qaalad waxay tiri umu cadiya dakhala calayna rasuulullahi sala allahu alayi wasalam rasuulka ayaa noo soo galay wa naxnu naqsilu annagoo dhaqayna ibnatahu inantii maxaan ku dhahdaa cusmaan cafaan ka geeriyootay faqaala rasuulku wuxuu nagu yidhi bay tiri sala allahu alayi wasalam iqsilnahaa labada gabdhada cusmaan qabay mid dagaalkii beder ayuu cusmaan kaga hadhay oo iyadoo xanuunsanaysa ayuu maxaan ku dhahdaa maaratay cusmaan ku hadhay kadibna intii dagaalkii beder lagu maqnaa bay geeriyootay rasuulkuna iyadoo markaa xabaasheedii laga soo dareeray
أيو أيمي صلى الله عليه وسلم لكن مرتي ولا شيء ورسولك حكسيس نسي محن كذا مرتي أي رسولك جوب شوكها مركو عديه وحكوي لي حتى رسولك نصو قال ونحن نغسل ابنته أن نقول أنتي صدقينا أي رسولك نصو قال وي وحيليهن لكن حديث كرواية وحيليهن علماء قار هذه مرتي بنت هذه بنت هي زينب بنت رسول الله وحيليهن زينب أي هي بيليهن مرتي ورواية مسلمة أنا مرتي عديني صالة لما ماتت زينب وي كيران الله بدن هبلو عثمان كا عثمان عفان كدنتينا وي كيران لكن وحيليهن تاني وا زينب أي رواية مسلم يعني تصريح نسا وكو فقال وحولي اغسلنها بقى ابو رسول كويل ثلاثا ثلاث حجر بقى داركتان كل كذا او خمسا شنشر بقى او اكثر من ذلك اما انك بدن او تضبا سقال وحكو دقدان بماء بيو يو سدر قب قبكو هذه يشر على انتي سجيتك قبك لدى وشامبو حنب ايو سمايا واقا هوريالك انصابون طي شامبو كي استعماله محل استعمال شري قبل الاستعمال كير واكو وجعلنا وحايا شان في الآخرة مركب قد ما يسا هدي سدح جير رقضان تسدحات هدا شان جير رقضان تشانات هدا تطبع جير رقضان تططبات إلا وطر با لغا ديغا وصوتا وامارت ساولي وطر ايا لغا ديغا تريس دير كافورا تو قد ما يسا مركب كافور جيد ادقونا ومارت مارت كود دادية كافور يالا فإذا فرقتنا مركب لما يسان رقم ديدا يو محن كره ما يدسته ده فأذنني يوجسية فأذنني يوجسية وعندما فلما فرقنا مر كانوا كفارقنا أذناه رسول كيوان يوجسين صلى الله عليه وسلم وفالق إلينا وحناصة طري حقوه جنت جيسي مره سكنت رسول كحرن شري أي ناصة طري وفقال وحوري أشعرها مرضاس عن إنسية شو كذا كفنته وجهوسيسية ومرضى أنا جديد كيجا يو يعني هذا النبي الله محمد هاي شركة كتبي مرضى يعني شركة مرت مرضى إذا كذوبة إياه يعني مرضى إذا سشعارها نقطة مريه أوردن يعني هكحكته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبر كيسن شري الرسول ولا جبر كيسن شري بل مريها صحابة أي الرسول كقاطان وحيق قادين شرين إلا يسوق خنفه لذلك الرسول كصحابة جديد كيسي ورسن شرين ويسديس كذا هذا تأيي ورسن شرين تيميها لقح يرو بي رسولك قادن شرين ليدتك سي قادن شرين عندوفتي سي قادن شرين وحي قادن شرين رسولك مريه سي رسولك مجري شرين وح يعني قول وقدعه صحابة ما عفين شرين صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم وردوان الله عليه أرنت هالسنة رسولك وقوله كبنانت رسولك وقوله كبنانت لأن رسولك وشخصي دي لهي بركي سبحانه وتعالى إلهي ببركي أو يعني كدويتك انتي سكلاء لذلك هذا الكيس هو عباده وإن إله هذا يعني هي تركيسة يوحى كي ما دعوه ما نظيف والظاهر ووحى لسكود دويه وما أرسلناك إلا رحمة للعالم بلدي نبقو والرحمة سعونيسة وأودك سعوناية وطيب سعوناية والدين سعوناية وأخلاق سعوناية لذلك النقصان بإله ميين سبحانه وتعالى الرسول كأن محمد صلى الله عليه وسلم لذلك عدى وحضر كيسا دديو مثلا قبورها قاع الصوفيالة وضد بضاني أما أي حاركو دعونيان أما عدوفتو دعونيان والعياذ بالله وحرام قف آن رسولك أهين مكوبة نانتهي إن لا بركيستو وأما ويسديس يعني مارتي ويسديس لعبو أما محانكو رادا عدوفتيس لسكوم مصحو أما ديديد كيس عادر لغو درسلو أما مريهيس مارتي سيقار اللوقاتو مايا لا يجيس مبانانا مبانانا قبيهان بعيدان رسولك أهينك مبانانا رسولك صلى الله عليه وسلم ولا جبرك يسين شري إلهي رسولك سنة أقولاضي وأنا عباده مستقلة والنصوص كسو أررتي لكن أبو بكر لما برك يسين عمر لما برك يسين عثمان لما برك يسين علي بن مدال لما برك يسين كوي برك يسينا علماء حي أركان يا مسلمين تو إجماعا إن يهين نمن مبتدعة أو للردي لأن علي بن مدال بسق النور باش يعاد قار كمديه أيدتك كلك سريسيانو أي لهذين أنكدك حتى مركي علي بن عبدالب وقيريودي وحا أنكده يوا علي بن عبدالب لهذين إساقو النور بي علي قاروي مادين والعياذ بالله مركاسيه هنا علي وأدقابي لهي مركا علي انتو ويارين ننقنبر لورين شريو أدون كيسية بوري قد يقض مكسا قد يقض كلو قد حابة صغر حابة دانا كو
كوي انتو قبقبتو عيدا كود البضي بو ذا قبي بو ذا قبي ها مركا عبد الله بن عباس با ويمي ووريه علي بن ابي طالب حديث كي رسول كويلي نارت الهي مو يعيد كالايني وحكو قبت الله ما اقلع مركا وحيو ما حانك مارتي يا عبد الله مارتي انا سيف كل اصابه لكن انا نار كو قبتو ما يهم بول علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب وكي قبي يلها فلما رايت امرا امرا منكرا دعوت قنبر ها أجدت نارا ودعوت قنبرة مركان أرين يقول رسيك الله يعوي أيان نار أنت عن شذي قنبر ويران كور كسر جرجي بيجود بقى مركا مثلا سواح تاي دت كمان تا قبورها جله إيه كل نين جيريو ده بقى حارك سلمنا يا محاكد سلمنا يا وحبها ويديني والعياذ بالله ونن عقيدها نوبكة إلهي كلجي أيا سبحانه وتعالى بركة يا خير يا بريو يوم حنك ولا دوينين إسكاله رسول كان صلى الله عليه وسلم إدي مانتا تذكر يوم غربة مانتا تركي جاية ما لبنا بالله هذا سيفه رسول كان الله هيا مريه رسول بالله هيا تيمه رسول كان الله هيا قف كي هيستامر كوا ومرت ونسيبكي ونسيبكي لأنه ولا كي تنشري أم سلمة وحي لها هاي حديث يا حمص مكوي الله عندنا شلشل من فضة والير أو معنا أم سلمة وزوجتي رسول كميت كميدة waxay tiri weel yar kildi yar oo chulchulo fidda ka sameysan ayaa nuhayn jiray oo timihi rasuulka qaar ku jiraan dadku markay xanuunsadaan ayaa nu weelka intaanu biyo ku shubno timihi rasuulkina ay ku jiraan ayaa nu uga shubi jiray intaan maartay quraan lagu akhriyo iyo timihi rasuulka iyo ayaa nu dadka siin jiray casharahan lidalka hatta rasuulka wixii ka yimaaday oogadiisa saaso kale timiisayo istishfaaba lagu sameen jiray wala maartay daawo ah rasuulku sallallahu alayhi wasallam daawo ayuu ah rasuulku laakiin cid kasta oo maqam kii rasuulka istaagi kartaa ma jirto haba yaraate haba yaraate marka masaladaasna wayna saawagaatan marka rasuulku waxaan ku jiray meedhidii rasuulku gabartiisii muxuu ku yidhi iyo ogeysiiya markaan ogeysiinay maradii guntigiisa ayuu inta soo furay buu soo tuuray oo wiiri marada xageeda hoose ka xigsiiye buu ku yidhi rasuulku sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam riwaayada marka xadiiskani waxay sheegaysaa markuu leeyahay saddex jeer dhaqa ama shan jeer dhaqa ama toddoba jeer dhaqa رسولك وحي صلى الله عليه وسلم ابدانا وحا كبلودان بما مرتي بما بما يمينها دين عمد جديد مرك قف كلا دقيو وحا لو بلابا ميدكتا يا مواضيع دا مرتي ومواضع الوضوء منها ما حاله سميه قف كلا دقيو مرك او هو ريسورت ولا ويسيسيا الي ميد كيف ندقينا هدا انه هلكن مرينا ما حد سمينسا قف كميدك امرك او هو ريسا وحا لا دقا awrada awrada ayaa laga dhaqa inta badan marka la dhaqayna gacmahaago banana lama dhaqo maryaad cad ayaa laga shada ama gloves gloves kan marte injirka ayaana fiican ba wayo hatta marada gloves ka fiican gloves baa la soo gata marka gloves ka la soo gato maxaa la sameeyaa waa loo istijeeyaa qaarka dambo oo dhan xubnihii taranka iyo qaarka dambo oo dhan istijeedi baa laga nadiifiyaa ayaa laga nadiifiyaa waa koow marka la nadiifiyo la istijeeyo kadib sidii weysada ayaa loo weysiisayaa gacmaha loo dhaqaa kadib wejiga loo dhaqaa gacanta midig gacanta bidix madaxi baa loo masaxaa cagii baa loo dhaqaa weyse taama ayaa lagu sameeyaa waa qodobka labaad waa laba hadhow aan weydiinayaa masaladaas aada loo xifdiyo waxaynu ihi waa loo weysiisanayaa koow marka sidii loo dhameeyo maxaa la samey waa loo istijeenayaa kow istijeedii baa loo dhamaystiraya kow dabeedna weyse taama ayaa la samaynaya qodobka saddexaad marka meydkii isagoo ku hor yaala hadduu nin yahay iyo hadduu dumar yahay maryihii uu ku dhintay marka laga furo gebi ahaanba ee maqas lagaga jaro maqas baa lagaga jaraa ilaa qofku xubnihiisi ma jilicsana oo hadda maryihii sidii qof caadiya isaga bixin kara ma marka maqas baa lagaga gooya ama sakiin baa maryihii laga dhex saaraa marka maqaska markaad qofkii dumar ahaa ama ninkii aad maryihii ka jarayso waa inaad go haysataa go ama maro weyn oo meydka la dul saaro cawradiisa si aanay dadka u muuqan marka maryihii laga dhex saaro go-aas baa la saaraa lama ogolo qofka hadduu nin yahay iyo hadduu dumar yahay midna in cawradiisa inta la dhaqayo dadku arkaan lama ogola waa qodobka saddexaad qodobka afraad dhaqidii baa markaa lagu bilaabayaa marka dhaqidii halkee lagaga bilaabayaa waxaa lagu bilaabayaa dhinaca midigta oo weliba madaxa ah madaxa laga soo bilaabaa sidii quslihii janaabad oo kale madaxa marata ayaa aada looga dhaqaa timihii
هدي دمر يهين وتموها تتعين تما تدعي والله فرفرية الرجل لفتو حتى قار تدعي كرة ودي تمر دي عدير له مركا هدو نية هي دمر دمر يهيبا تميه والله فرفرية قبيه هنبا طبعا تميه إلا لفت تمه أيا لقاريا سوى عمبا لورقيا ديني عمدكتا إلا هدو دينا أبيح حاكلا لورق دونا قفكي مركا مدحي سدا ديني عمدكتا أتكرد أقضو كدب واد صور راعسة كأنتي مدكتا قيبتا مدكتا دبركا قيبتا محان كورا دا مارتا قيبتا مدكتا أو دان إلا مارتا لوكتي مدكتا أياد موتساني سانا دي فينيسا أما دينا أنهورا لابتا هنقطة أما دينا أدام بها هنقطة دينا إمدكتا إلا قفكي لوشي في مدكتا باد موتساني سا وسا مارتا وأفر هذا أنا واحد روبي سا دينا إبدالا دينا إبدالا هذا أنا مدحا إنتي أن مركا ركوم موقن أياد سفي أنا صور دقيسا طبعا نجا أنتي بدحدا إيو قاركي دم قاركي سرع بدحدا إيو لوكتي سي إيو مارتي أو دم بعد متصنسة أيض متصنسة مركا مركا أتروجي سنة لبده شرب دبر كي وين مارتي لما يصير تاير دبر كو لبده بو إسكاريا مركا وعشان مركا هل مر بعد قصد جيس لما يس هل كامر هدول نظيف كون نقضه هل كامر هدول نظيف كون نقضه وا أوكي هدي مركا هل كان مر ونظيف كون نقوم أيه أو مثلا قفكي نبرو ليهي ميل رساسي كده عذيبو ليهي علوش اللفتي سوح الله فلا يا إن سحارو إيو كادي كوشرتو وحب في عن مركا إن لسو يرتو سيو أو مارتي قفكي ونسانو فردينا لوسو فرديسينا هين ولسو يرتو سينا يا دبنا وحلقا مسحا علوش علوش الله مسحا آير لمسحا سي هالكن علوش إيو إنتان هو سيء قماركا هدي وح ولسي كوشران أو سحارو كوشرتو لوغا سو سارو لأنه حل ديدي يهدو مركا كفنتي ينظافدي يؤدوغي يقفكي عدما يسترتيني وحكا صبحان أو كفنتي دبنا يحماتو مركا ترتيبا مارتي ترتيبا علوشي محانكو لدى مارتي لو لو ريحا كدب وحي لغسو ساري لغسو سارا كدب نمكا سامر لبعض لبقاء هدي مارتي مرسا دحاد بالو عليا مركا رسولكو حليه صلى الله عليه وسلم يساقا إنو وضا مركا محالقا يليا مرارك هوري وحلقو درايا وحيابي وحلقو نديفنيي هدي مارتي اشنان شامبو اما صابون اما سيدر جيد كيب قب كيدت كالقو دقي شري ايا لقو درايا واي مارك هوري ودن والا نديفنيي لكن آخر كاودن بيا كاودن بيا ادو جي كافور كالقو درا وكان فيه محانك را ام عادية حديث كاس وحكو شرتي ومشناها ثلاثة قرون تميهي دي قبرتي واتيلا فرفريسو ماها هدو تميهي صدح قنتنود بالاقا دقيا كنت أنا هصدق تدي وينو حاجة هراء أو مرتي سال الله تدعو يلا بتدعو حاجة ضبع ده نصدق لا تدي أنت الله سمايو أما الله رب ليه مرتي إن تمه ولا رب ليه أما ولا تدعى مرتي ولا تدعى مرك صدق ووين لا بحاجة ضبع يمد وينو حاجة هراء ده نصدق تدي بالله سكح رياض ده ندب له رديا مرتي هذا قفده مرت هاي هذا قفده مرت هاي نين كينا عادي والله مرتي والله فريا كبر دلفت والله فرا والله فرا مرك لا ندي فيه تمها مرتي ولو فيريا نيكو ولو فيريا نيكو غركيس ولا فيريا ما شاء الله ولا فيريا مرتي مركا لا دقايو مركا حديثك هرتا يعني هي مركا وافهنتين سدا قف ميد بانت لو دقه قف ان غرين ني ميجرا ما ماينو نري كبلابا عورده هلو استيجيو قارك دمو دهن لا نديفيو هدبل فيرسو ولي مركا قارك دمو لا نديفينيو هدي ليس ليه مركا سي سحرده وخ كسوبخيان ان العداديه او إن سحرة كصوب حيسو أما مرتي كادي كصوب حيسو هلا فيريو مركز سحرة دي كادي لقنا دي فيو هلا مرتي استيجيو قارك دم به إيو حبنيه ترن كوردن هلا جم ميرو لأن هدول لما ربع إن أدي بقصان نقطه ده بدنا هلا ويسيسيو مركز هلا ويسيسيو إيو إن أدوي سدي مرتي شرع هيد أيدون يين سا أدون يين يه كدي مركز أدوي سدي ولا ما يسترتو وحد مرتي شوف كلين عمد بدك بلعب سا أضم هذا حكب بلعب عيا ما ده حسيف في عم بدور قيسا ميديك تردم بدقيسا ليني عميديك هادنا واد روغيسا ليني عبدح بدقيسا هادي دقيتان كامركا هالمر ووكي كون نغوى ووكي هادي كلا سدح جربات دقيتان كرديقيسا هادي كلا شن جربات كرديقيسا هادي كلا تضبات جربات كرديقيسا كلبا سادوا ركتو انو ميد كان اللي ميدت كوي كلا مارتي وحياوها كايمان ياوي كلا بدين هني إلا هذا ركتو اني طاهرين مركا حديثك أم عدي رضي الله عنها قسلي وكسار وري وحديثك وقوحه قبضان له وكسار وري لما فوق هذا حديث كاسي كل لسان يعني هي أبواب الجناسة يصدق الله دقق تابعين تي تابعين تي ابن مدر محن كردا وكسر رأي دمان ولماذا ابن حجر أثقلان إنه وكسر رأي محل إلى هذا سيح البخاري سيشرح حيس فتح الباري مركا ترتيب كأعماش قصلي واسدا حديث كأم سلمة وقصة أروري
وانا مرتي وانا ترتيب فضض وترتيب ادي ياد وفضض ويقف اللي بقى وقرنايو وقف اللي ما قرنايو ان مركه ugu dambeysa marka aya la yeela kaafurki hadii kaafur la way kaafurku waa geed ud goona wal barta wal iibiya oo martay sida aad marka oo la buda ah oo martay la tubo oo martay hadii kaafur la wayo waxa laga dhiga miski yani miski waxa kale la isticmaalaa hadii miski la wayo cadar cadar kan adagay in isticmaalo ayaa loo isticmaalayo kafanti iyo qofkii loo marnay wal ud geeyay udug fiican baa loo sameynaya udug fiican ayaa loo sameynaya waxa marka haboon qodobka koowaad xadiiskan waxaanu ka qaadanayna oo muhiim ah ilaa 17 mas'ala ayaanu ka qaadanayna mas'alada koowaad waxay tahay in dumarku ay dumarka dhaqayaan ilaa ninku uu dardaarmo xaasku ay u dardaartay ninkeeda dhaqamooyaane hadduu dardaaran jiro ninkii waa dhaqaya hadiise aanay dardaaran jirin dumarka ayaa dhaqa dumarka waayo rasuulka iyo jooga iyo dumarkii rasuulka hablihiisa iyo raggii qabay joogeen ba umucadiye loo yeedhay waa qodob marka waxaan arkaynaa in dumarku ay dhaqayaan weliba dumarka dhaqaya dumarka waxa weeyaan waa kuwa yani fuqahada ah ee saalixiinta ah dumarka faasiqaadka ah ee aan sirta lagu aamini karin waa inaanay dumarka dhaqin waayo hadhow ceebahooda ayay sheegayaan qofka meydka ceebtiisa in la sheegaana waa xaraam wixii aad ku aragto rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayi wasalam man satara musliman ninka muslim astura satara allahu marta yowm alqiyama ilahay baa astura maalinta qiyaame lidalika waxa xaaraan ah qof yani aad meyd ah oo sirtiisii adigu aad gacanta ku hayso oo oogadiisii ilaahay subxaana watacaala kuu geeyey inaad wax ka sheegta waa xaraam wey waana kabiiratu maratay min dunuubi alkabaa'ir maalinta qiyaamana maratay ka fakan maysid lidalika dadka had iyo jeer ragga dhaqa ee ragga ah iyo dumarka dhaqa waa inay noqdaan dad saalixiina oo ahlu khayr ah oo ahluliimaan ah haddaba la fiirso oo yacni qofkan sirtiisii aan arkaynin hadduu wax la yaab la arkana aan waxaa la yaab kale maratay faafinaynin leanna haddii qofkan wax xun aad aragto oo abeeso cunaysa ama dhibaato lama faafiyo haddaad wanaag aragtana haddaba la fiirso si aan dadku ugu fidnoobin dee qofka baa nuur ka baxay wejigiisii ilaa dadku ay ku fidnoobayaan qaar baa iska caabudayaba waa in yani aad sirtii ilaalisaa hadeeg sirtaa gaarkee ilaahay adiga uu ku maratay ku tusay hadduu qofkii wax xun aad ku aragto yani waa inaad asturtaa haddaad wax wanaagsan ku aragtana waa inaad asturtaa ila yani adaa gacantii ilaahay subxaana watacaala qofkan kuu geliyey marka masalada labaad aynu ka garanayna waxa weeyaan haa waxaa fiican masalada maratay waxaa fiican in dadka maratay dadka yani dhaqaya ay noqdaan dad saalixiina oo ahlu khayra inay noqdaan baynu masalada maratay labaad ka qaadanayna meydkana aan la cayin rasuulku wuxuu laa tasubu lamwaat dadka geeriyoodaha cayna fa innahum maxaa yeelay qadaftu ilaa maa qadamu wixay hormarsadeen bay oo reeri aadeen marka siyaasi buu ahaa iyo reerkeyga iseeyeen iyo maratay yani waxaasaa lagu arkay iyo hadda maanta joornaalada waynaga aragnay waliyaadu billaah dadkii muslimiinta ahaa sidii gaalada oo kale noqdeen oo gaalada ayaa dadka cirdigooda iyo ceebtooda lacag ka hela maanta waxaad arkaysaa gabdho dhalinyara iyo wiilo dhalinyara websayda samaystay oo qofkii inay caayaan ama cirdigiisii waxyeelaan ama diintiisa wax ka sheegaan ama fanaanadii ama waxan ama xiriirka rag iyo dumarka u dhexeeya 24 hours websaytekoodii iyo waxoodii ku qoraya si ay wax uga xayeysiiyaan oo dadna waxoogaa lacag ay u helaan oo bejkoodii iyo meeshii lacagta ay ka qaadanayan kambaniyada wax xayeysiinayeen loo hidgarayo hid leerka arkaysaa facebookeeda yacni naago ceebtii iyo cawraadkii sheegaya gabar yaroo qurux intii bej soo saaratay yacni kule maratay halay baa waxaa la sameeyey dumarka maratay saasa waliyaadu billaah yacni maxay u jeedaa iyadu hadhow markii la hidgareeyo qofku wuxuu meeshii ugu tegaya gaari la xayeysiinayo iyadu waxay rabtaa bejkeedan imise qofaa soo booqday in maalintii ay soo booqdaan 2000 oo qof ama 5000 oo qof oo wax cawro ceeba oo qof walbaa tashankiisa soo jiidanaysa inay meeshii oo sawir maratay ceeba ay soo dhigto laakiin lacag bay sideeda ku hel laakiin maxay cunaysaa suxd iyo xaaraan iyo bakhti iyo dulli iyo diin la-aan bay cunaysaa waxaanay u dhaqmaysaa sidii dadkii reer galbeedka in diinta lahayn iyo jaraa'idkii tabloidka ahaa tabloid baa la dhahdaa jaraa'idka yanihii kasoo baxa maratay magaalooyinka dhulka gaalada ee xukumaan ee habeenkaa wixii ceebee dhacay iyo fanaaniinta iyo qurunka iyo dadka maratay yani iyagu ay u yaqaanaan moralis ee ilaahay naarta maalinta qiyaame dadka hogaamiyaa u noqon doona ee uu rasuulku yidhi ida maratay yani maratay man adaaca qadafu fiha rasuulku yidhi ducaatun calaa abwaabi jahannam waa kuwa albaabka jahannama taagan ee dadka uga yeedhaya man adaaca baa la yidhi kuwa adeeca kuwaas qadafuu fiha way kugu tuurayaan weligaa ducaada abwaabta jahannamaha raacin waliyaadu billah taagan
وليبا مارتي أما فنك كتاجن أما حمانتا أما إسقاوينتا أما بختيجا أما قرمكا وليين يعليهن مورال كين يإيمان كين يقلبين إلى شذا قلبين يدعو عمن وح مسلمين تمان تبابي وحويان إنترنت كان يوم مصيبة يوم حمانتا أنا يركي ترين بي مودين إلى إنترنت كان نشوجن مركزي الذنوب كبائرة وأبهود يهو يدود يهل كود من دان كل عشرين بي حلاش تدين أو مارتي وحيس كل ريان أو لردان تينا يا رجيا نجي لسكسي دايو أدمو دائن ما أنت الدين الصب أو وحي حمان شري إنه برنيسين يسودك تقول عيد بالله وأحن أدي هذا خطير ولا ليه مركز إن جاي لعليا وحيابها سمارتي قفكو هدو أهل الدين هاي دين تي سهاي لا شلو وحينو كأل كأل هنا قفكي أو ما أنت هرتي إن يلو ميدة أو لدقيو ولا ليه أوردي سي هلا إلى ليه isagoo nolol ma hadma lanaysa wax weyn maartay iska ilaali waxa maanta aan idin kula talinayaa dadka maanta i dhageysanaya iyo darsiga qofkii dhageysan doona ilaahay sida aynu halkan uu inoola arkayo internetka inoo arkaya horta qof walowba magacaaga caadiga internetka ku qoro internetka masiibadiisu waxay ka bilaabantaa qofku inuu horta magaciisa bedelo sawir beenana isa saaro markaad adigu magaca beena aad samaysanayso oo kadib iyo zuur ah soo beenaale matid marka sawir qof aanad lahayn aad saaranaysana soo beenale matid ama beenale matid walyaad billah miyaad naftaada ku kalsoonayn haddaad xataa sawir saaranayso sawir gabadhii yar oo xijaab leh oo maartay yani la baasa bihi haddii kale iska badaabo oo wax aayad ama qur'aan ama wax shaciiro fiican saaro haddaba la fiirso qofku siduu dariiqa marayo markuu dariiqa marayo markuu xijaaban yahay cawrada aanay ka muuqan haddii facebookana waxaan cawra ka muuqan oo xijaab ay xidhan tahay taama oo gabadhii haddii doonto maartay niqaabkeedii wajigeedu waa suran yahay hadday saarato maartay la baasa bihi oo yani profile kii lagu yaqaanay suuqaba maartay markay maraysa lagu yaqaanay haddii facebook anay la waa meel public lagu yaqaanay dhib male laakiin sawir aanay lahayn oo maartay naaga kale iyo dumar qaawan iyo wax maartay taas waxay tilmaamaysaa yani waxaad qalbiga ka jeceshahay waa markhaati xunbad ilaahay agtiisa ku furaysa aduu yaata qof muslimana oo xijaaban oo hal khayr baatay soomaa waana يعني هي وحاتها هي وإن فيسبوك هذا هاتها فيسبوك وحاتها هي وين الأهاتها مركز قبر جا لمن يسو هي مركز فيسبوك كوتشرتو هي مركز أد بابليك شوكتي أد غير كيني أبها اللي شوكتو وين هذا الشخص يدل هذا ما جا عاد عادي جا الغوي غنا وين قرتها هذا بقول فيسو وحي سو رجوا يك هذا يعني ما أوراء يعني هسوق جلين نرش هذا ملك لكو هيسو هذا دون تقفلو حلو هذا بقول فيسو lama ogola maartay gabdhuhu inay maartay awradooda keenan lama ogola inay sawir xun xun maartay profile ka dhigtaan inay magacyadooda maartay qofku been ka sheego haddii magac been uu sameysto magac gaal sheegto haddii aan kaga gabdh imka walaalo walaayaal badan oo kutubteeda ku taxan oo magacyo maartay aan la garanayno maartay markaasa marka qarkooda naxay isra maartay markuu qofkii af Soomaali qoro wa alaykum assalaam ayad garanaysaa in qofku sino fiican oo Soomaaliye laakiin magacu waa magac jin ma Brazilian baale ma wax baale maxay u kalifay walaalayaal maartay maxay u kalifay shakhsiyadda ida maartay cidaan ahay waa inaan ahaada barakallahu fiikum laana waa waxa keenaya marka horeba qofkii inuu diyaar garoobo inuu ama been sheego ama ceeb sameeyo si maartay shakhsiyadda uu facebook ku joogo iyo shakhsiyadiisa uu laba shakhsiyad ay kala noqdaan qofka muslimkaana maxaa la doonayaa waa hal shakhsiyad malaa'igtu garbahay ka saaran tahay mar adoo hal shakhsiyad aad dhimanaysa adoo hal shakhsiyad aad nooshahay adoo hal shakhsiyad facebook ku jirta marka walaalayaal aynu diinteenii dib ugu laabano nolosha aynu nool lahayn internetku waa inay la mid noqotaa nolosha aynu publicgeena nool lahayn waa inaynaan laba nololood kala lahayn hal nolol oo qura waynu leenahay noloshaasoo anshax iyo iimaan iyo usluub iyo akhlaaq iyo wanaag lagugu bartay waa inay noqotaa sida imkaynu uga faa'iideysanayno ee aynu maaratay dad ahlu khayra arday iyo macalimi wax kala baranaysanahay oo aynaan islaamka waxba u qarinaynin oo aynaan qof cadow u ahayn oo aynaan qof dhibaynin waa inaad u noqotaa qof nasiixa marka internet ku jirto qof nasiixa oo khayrka beejkiisa soo dhigaya oo quraankiisa soo dhigaya oo daaci ah oo dadka diinta ugu yeedhaya oo akhlaaq leh oo iimaan leh ka hal ugu barto haddii gabartay kaasa lagu guursanaya haddii sadoxtay kaasa gabartii lagu guursanaya haddii sadoxtay kaasa lagu tixgelinaya yani qofku wanaaga ilaahay uu kula nool yahay waa inuu public iyo dadka kula noolaada laana ilaahay hortiisa hal qof baa tahay maanta dunuubta dadku ay ka kaydsanayaan internetkana دروس بينو كا اخري دونا اي محاضرات مستقلة يعني او مسالدن كمسا كوبي كرري وين انو والا يلا ارنتا كده دا لا اد اي اد وين انو قد دا لا مسالدة صدح مسالدة صدحات مركا لغا هدلا يو ميد كا اي انو كالي هني يو دقيتان كيسا ان وحي انو لي وين مسالدة لباد لا الاليا دادكا وين لا الاليا او رسول كوحو يدي سرطة من قسل ميتن
نينك ميت دقه فكتم عليه عوردي سقرية غفر الله له 40 مره هل كي مرك هوري هل مره قدام مدافع لها ميت كافرتن جرب لها قدام مدافع ومن كفن ميتا نينك ميت كنفا كساه الله الى هي هو اياه من سندس محن كره حريرته تيدا جلسن يا واستبرق تيدا ادق بيل هي هو اياه ورد في الجنة مرتي مرتي ويستبرق الجنة حريرة الجنة أي له هو ومن حفر للميت من كم ميت أقرة أقضى مرتي حواشي حوال في عن ها قبرا فأجنه دبدنا أسطرة دبدنا ميت فيها الكاكو أسطرة أقرية فيه أي فأجنة معناته وجنة ووحة قرية قاشان كالغا دكتو قاشان أصمعية أقرية ها وكو أجري له من الأجر إلهي وحاجر سياه كأجر مسك أن أسكنه إلى يوم القيامة أجرك قفك أد حباشي قليسي قري نين أدو لستي إلا قيامة أدو لستي أجرك أغس عضو أجر كيسو كلا أي إلهي كسين يا سبحانه وتعالى لذلك والله يلا أن قرينو عوراتك ددك عوراتك أن قرينو أن إلا لينو مارتي ولا لهن مركي نوليهن يا مركي لنتان با عوراتو دا إنو أينو قرينو رسولك صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وحوري مركي أنو آسيني رسولك أنو ميليني علي بن الدال بدكي اس مارتي ميري بو كمدي هي الرسول صلى الله عليه وسلم اي وحي لي لما قسل النبي صلى الله عليه وسلم مارتي لما قسل علي قال علي وحي لما قسل مارتي النبي صلى الله عليه وسلم مركم ميت كدقي مارتي ذهب علي وحي دوني يلتمس انه كرادي منه ما يلتمس منه من الميت انه بل علوشي سحر ايو كادي ايو وحرسول كان كي ما صلى الله عليه وسلم فلم يجده وحبكم هلين الى اله باطهري فقال الرسول كوحي بابي طيب دبت حيا مارتي ودبت ميتا أظن نور الظاهر طيب على الهيد أدي قول ننتهي الظاهر طيب على الهيد صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على أن علي علي رضي الله عنه حيث دلتي كان على العلم بالأموات وما يلتمس منه يعني مسألة سد حدو حيث قفك الله دير يميت كينو رقايا إنو قف عالمي هاي أو علمي ميتك قفك مركا أو علمك بدن ميتك رقايا وإنو علمي ولي هاي وددك الله برا مارتي حديث كان سنة كسوها صحيح مسألة سد حد ميتك الله يرى مركا رقايا حوية إن مريه سي سين شجني لقى شح شحه يضو مرك له دش لقى ساري عوردي سمر نبا أن لفيدينين أن لفيدينين عائشة رضي الله عنها وحيلا ذهي يضو مسألة ذا إنه شيء جيسا رضي الله عنها لما مرت أرادوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم مركي قصد لجنة بقدونين قالوا حيلا إن والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد مرت أمواتنا رسولك مريها ميان وكفر رأسان ومريها أموات يدك لو كفر فرج الرئي أم مرتي نقصله مرتي أم نقصله عليه ثيابه مسوح عندك نايسوه مريه سيرسولك أي سارينهن فلما اختلفوا مركي اختلافين اسكو خلافين ألقى الله عليهم نوما إلهي هردو كان جماعة دقيسي حتى ما منهم رجل إلا مدية كمد مجرين ودقنه في صدره لابتي سي يقركي سيبا يستابتي هردو ثم كلمهم وحال الله اللي مكلم من ناحية البيت عدبا إلهي بيتك أكتي سيها ما كلا هذا الشيء لا يدرون من هو عدو هيانا هين إلهي صدري ومحولي أنا أقسل النبي والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه إساغو مريه سوئي ساريهن فقاموا إلى رسول الله رسول كبيوك صلى الله عليه وسلم وفقسلوه ويدقين وعليه قميسه إساغو رسولك مريه سي قميسك سي شراء مرتي يصبون الماء وحي كشبين فوق القميس أي كشبين ويدلكونه دبن الدلك بي سبين يونس اسي قما كلها هاين بالقميص دون ايديهم يغون مريه مارتي رسولك كفر وكان عائشه وحي تري لو استقبلت من امري ما استدبرت هذه امورتي ذا وحي هرمري ايدي مر لهيد ما وحن جلان لهين ما قسله النبي ما يدقن الا نساءه دمركي سمو يعني ساسا وعنيد بي تري مرك حديث كان وحا لا قادنيا رسولك حكم غارب لها وعائشه وحي لهد حديث بحي عائشه فانتي وحي تري وحي اسكو قبتين ورما سيدا ميت كلام مريها لوغا فرابا مريي لغا فرايا مس رسولك مريي ولو دايا مركا حديثك وحو دليل يهي ان اي مشهور تهي وقتي رسولك الا قيام ساعه ميت كمركا انو دقينو مريي سا ان مقص لغا غوينايو انت غول صار مريها هوري او كودنتي او هدي ديق لهاين يا هدي لو مريي كودنتي مارتي ان وانا اكسرين ان مريها غيبيان بلغ ساريو اما رسولك اسغا دليل خاص ايا لو هيا ان اسغا مريي سا لغو دقو او ان لا تابن مركا هوربا ظاهر بوها الهي بانا جيركيسا يوغديسا يمحن كره دهاريس رسولك الى الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لذلك مساله وحن كقادنينا انغو مساله صدحات ان مريها لغا دحسار اي قفكي مركا او مارتي مركا او مارتي مركا غيريودو او مارتي لا مارتي لا دقايو مركا لا دقايو مساله افراد وحي تهي اللهم استعان ان
واحد من ده درس جسي مرتي أن وقدر جنو مرتي اللي بد درسي إن شاء الله درس كي كويس هالكلام كله بين ند ند مرتي أنت كلا متعلقاتك أيا درسي اللي بعد كده جينا مرك جزاكم الله خير شير جرايا وصلى الله على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد.